مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير المعكروني بالخضار. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا معكروني، المعكروني سلقتها عشان اختصر وقت أنا وياكم، ما طول عليكم. كلنا أكيد بنعرف نسلق المعكروني. عنا 5 حبات ثوم قطعتهم بهيدا الشكل، بصل كبيري كمان مقطع بهيدا الشكل، بندورة 4 حبات كبار مقطعين بهيدا الشكل كمان، فلايفلي، أنا عندي فلايفلي متلجي، ممكن نستعمل فلايفلي فريش ما في أي مشكلة، فطر، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة طعام ملح، الملح أكيد على الذوق مثل ما بقلكن عادة، ملعقة طعام بيزل حبق، أنا بشتريهم مرتبين، ممكن نحط فريش كمان ما في أي مشكلة، ملعقة طعام شراب صلصة البندورة، وكمان عنا صدر دجاج. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بحط بالطنجرة زيت نباتي، حطيت حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي، بحط البصل والثوم، كمان شوي ملح، وبقليهم مع بعض على الغاز. طريقة هيدي المعكروني كتير سهلة وما بتاخد وقت بالتحضير. بصار البصل والثوم بهيدا الشكل، قليتهم شوي، هلأ بنحط الدجاج، صدر الدجاج كمان بقليهم مع بعض. هلا بغطي الطنجرة، بعد حوالي 5 دقايق بحركهم شوي، برجع بغطي الطنجرة. كمان بعد حوالي 5 دقايق منشوف كيف صار عنا صدر دجاج. رح احط البندورة، كمان بحط الفلايفلي والفطر، الشراب، ملح والبهار، ورح احط كوب مي طاول المقاس 250 ملي مي. بحركهم مع بعض شوي. بغطي الطنجرة وبتركن ليستوي الدجاج. بعد 10 دقايق هلأ منشوف كيف طلعوا مع بعض. استوى الدجاج وصار هيدا الخليط لعنا. هلأ بحط المعكروني فوقهم. خلطهم منيح مع بعض. وجبة سهلة وسريعة وكتير طيبة.
خلط منيح لينخلطوا مع بعض المعكروني والخضرة. هلأ بطفي الغاز، بدنا نحط المعكروني بالصحن. بسم الله. هيدي المعكروني بالخضار اللي عملناها مع بعض، كتير سهلة وسريعة بالتحضير وكتير طيبة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.